المدرب المصري مع الاهلي والزمالك انتهى قولا واحدا؟ يعني مش شرط، بيبقى احيانا بيبقى في دور يعني بس طبعا الـ 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 الاغلب الـ الـ الاجنبي يعني. مع ملاحظه ان يعني كل البطولات المنتخبات بتاعتنا. هل ممكن الاهلي في يوم من الايام يجيب مصري تاني؟ ممكن طبعا. طب ما الزمالك هيعين مصري دلوقتي مؤقتا او مش مؤقتا، لكن هيعين مدير فني اجنبي. يعني اللي هيستلم المهمه دلوقتي مصري. كابتن اسامه يعني هيجي مع حد لغايه ما يجي حد يعني. لكن بس انا اعتقد ان أجنبي. الزمن انتهى. انا ممكن نصر بتاع المصري يعني. بتاع المصري يعني. انا اعتقد ان الاهلي نظرا للضغوط وحاجات كتير خلاص مدرسته الاجنبي دائما. الزمالك مدرسته الاجنبي دائما. اعتقد ان فرصه المصري في الاهلي والزمالك. بص، رغم النجاحات موسيماني وهو نفسه قال كده، اعمل ايه عشان خاطر يعني، لان موسيماني جمهور الاهلي يعني جمهور الاهلي مش بيساند موسيماني بس، لا هو الحقيقه بيساند النادي، بيساند الكيان. لا وبيساند النادي اصلا. ايوه. أيوة. يعني لو مش موسيماني الصبح لا يعني هو يعني مع النادي له وجهات نظر. جمهور الاهلي بقى اكرر، جمهور الاهلي النهارده موسيماني كويس. بعدها لا موسيماني لا ما غرقنا. لا موسيماني كويس. بس ايه بقى الجمهور ده في النهايه رغم اختلاف رايه هو هيساند الاهلي، الاداره، النادي، الكيان. صح. موسيماني مش موسيماني هو مدير الفني النادي الاهلي. ايوه. ايوه دي مهمه جدا. طبعا طبعا دي مهمه زي ما دايما نقول ان جمهور الاهلي بيساند اداره الاهلي. دي قيمه طبعا. مهمه جدا جدا في جمهور النادي الاهلي. صح. انه بيساند الكيان في صوره بقى مدرب، في صوره لعيب، في صوره صفقه جت، لكن في النهايه هي المسانده للكيان.